في مثل هذا اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك من عام 1421 هجرية، توفي السيد محمد رضا بن جعفر الحسيني الأعرجي الحائري المولود في مدينة كربلاء المقدسة في 24 من ذي الحجة من عام 1368 هجرية. تتلمذ في مسقط رأسه على السيد محسن الجلالي والسيد محمد حسن اللكنهوي والشيخ مهدي الكابلي والشيخ جعفر الرشدي والشيخ عبد الرضا الصافي والسيد محمد الطبطبائي والشيخ محمد حسين المازندراني والسيد محمد الطبسي وغيرهم. هاجر إلى مدينة قم المقدسة ليتتلمذ على يد كل من السيد محمد كاظم الشريعة تمداري والسيد محمد رضا القلبيكاني والشيخ مرتضى الحائري والسيد محمد الروحاني وغيرهم. توفي في مدينة قم المقدسة يوم الخميس العاشر من شهر رمضان المبارك ودفن في مقبرة البقيع. من مؤلفاته النجم الزاهر في بيان نذر النذر، أفضل الأعمال في الصلاة على النبي والآل، المقباس الجلي في فضل الصلاة على النبي، خير الدارين في بر الوالدين، تحقيق كتاب إرشاد العباد إلى استحباب لبس السواد، وغيرها من المؤلفات.